بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. مهدي 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 بعد مهدي 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 يا شباب المسلم اسمع يا شباب المسلم اسمع يا شباب المسلم اسمع نصيحة النخ الصغير الطرق الحق والباطل يا طرق تحب تسير لا تخلي قلبك فارغ لا صلاة ولا تكبير اذكر الله اذكر الله باطمئنان عند التذكير الإسلام خلق تقوى مو بس صلاة وصيام بالقرآن تطهر قلبك بالقرآن تطهر قلبك وصد عن هاي الأدام جدو صارت كون بدينك جدو صارت كون بدينك لا تتزحزح مهما صار لا يقيرك فكر العدو يجري فكر التكفير لا تخلي فكر الطائفية عقلك أكبر أن صدق عقلك أكبر أن صدق كل هاي الخدعة التضليلية كل إيمان كل واحد إيمان النفس لا تفكير ولا حروب مسلم مني سلم على المسلم والحصان يدوب مهدي 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 كل شيعية كل سنية لا تتبع شر الأصلاب أعداء الله التيمية منبه تفريع وإرهاب ابعد نفسك عن الجاهل صاحب أصحاب العقول أمر بالمعروف وانهي عن المنكر فالفاع القول الصادق فالصادق قال من صفات الرسول مهدي
حقك لا تتنازل، عن حقك لا تتنازل. اطلب حق المظلومين، اطلب علما دوما ينفع حتى لو كان في الصين. الاسلام تحب اخوك وتحب لك كل الاصلاح، طاعت امك وابوك تسعي اقدر بالنجاح. تترك فكر البائس لا تمشي الدرب الظالم، هذا طريق ايمان مشي بي نحو الامام. صادق من صفات الرسول.